رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، وبنعمل بقى واحد كده مليان أجبان شوية، وإيه وطلعنا الاتنين اللي فاتوا. بصوا كده أهم، وآدي البولويف اللي احنا عملناه وحشينا منه النهاردة، وطبعا موجود كمان في العرض. بصوا الكمية دي حلوة، عملت كمية حلوة الحقيقة. وآدي ساندويتش، هنشوف كده ايه الظهر هنا. تمام، تعالوا بقى ايه نسخن. لا لسه شويه، هنسخن بقى هنا طاسه كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل فيها شويه البلوبيف دول اهو. لا دي حلوه يا ولاد، عايزين دي جميله. ايه شوشو انت جعانه اكيد، انا عارف بتقولي لو طاسه اكبر بقى يا شيف، يعني اعمل اكبر من كده اروح فين؟ انت قصيت بقى قصه، ومن ساعتها انا مش عارفه اكلمك خالص. طبعا بوجه الشكر برضو للمصور اللي موجود معانا في القناه عبد المولى، بجد بيصور صور جميله، ودايما بننزل الاطباق اللي حضراتكم بتطلبوها او الوصفات، عشان الاطباق اللي احنا بنعملها في الحلقه في ناس كتير بتبقى عايزه تشوف شكل الطبق، وانا الحقيقه ببعته لحضراتكم. معانا استاذ احمد من الجيزه، اهلا وسهلا. مساء الفل، اهلا بحضرتك يا فندم. انا بحييك النهارده عشان حلقه البلوبيف بالذات. اشكرك اشكرك. طب حضرتك قول لنا وجهه نظرك. انا من عشاق البلوبيف، فانا ببقى راح اشتريه ان مادام تمنعني ان اشتريه. ليه؟ تقول لك لا ده اكل قطط. فانا مبسوط قوي ان انت علمتينا ازاي نعملها. الله يخليك، ان شاء الله انا اللي هعمله بقى بنفسي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. انا ماليش دعوه بالمدام، انا اللي هخش واشوف الطريقه واجيبها كده واقعد اعملها ان شاء الله. وتحياتنا لحضرتك وللمدام، ويعني على راسنا من فوق يا فندم. انا بحييكي، وانت شيف عظيمه يا الله يخليك. الله يخليك يا فندم، شرف ليا والله مداخله حضرتك. تحيه ليك ولاسرتك جميعا يا استاذ احمد. شكرا ليك يا فندم، شكرا لحضرتك. بصوا كده نقلب بقى الناحيه دي، وده بس ملظلظ شويه. ندى متوصيه بينا، انا قلت لها يا نودي ساعديني، فدخلت ساعدتني في ده، فطلع جميل كده عشان يمط. حاضر. انا ماليش دعوه، البتاع ده مش بتاعي، انا بقول اهو. اه ما هي نودي حطت ايديها الحلوين، ما انا اللي قلت لها ساعديني. بصوا كده هنبدا بقى، انا بسخن الطاسه، هناخد بقى البيض القمر ده. تعالوا نتاكد الاول البيض سليم، عشان انا بخاف من البيض قوي. طبعا البلوبيف الجميل ده هناخده كده، ومعانا مكعبين حلوين زبده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا نهار ابيض. وهننزل بقى البلوبيف، شايفين طري جميل ازاي؟ بسم الله، نديله تحميره الاول كده لازم. كده، وبعدين معلقه كده هنحمره الاول، وهنزل فيه البيض، بيضه بيضه. بسم الله، وش هرفع كده عشان لو لا قدر الله في بيضه منهم مش مظبوطه ما تبوظليش باقي الايه الخليط. حتى والله في الكيك بعمل كده، يعني بقول هي فرصه. ومعانا استاذ احمد من الاليوبيه، يا اهلا وسهلا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. عايز اعرف السايس الميجريسكو. ايوه، وعايز اعرف سايس الرز بلبن. حاضر يا فندم، من عيني. حاضر يا استاذ احمد. والرز بلبن يا ولاد هننزلها حالا لحضرتك. بسم الله، ناخد بس كده، عايزه بس اديله رشه فلفل خفيفه ورشه ملح. آه عملناها اه في رمضان. بيسالوني عملناها قبل كده. حبايب قلبي انتوا والله. بصوا بقى شويه بلوبيف بالبيض، ماشي. نجرسكو عموما عايزه مكرونه سباكيتي، وحضرتك لازم تسلقها، والمكرونه ما تكونش مسلوقه بنسبه كبيره، يعني تتسلق بنسبه مثلا 80%، بتاخد 9 دقائق على النار في ميه وملح ومعلقتين زيت. وبعدين بنعمل الصوص الفراخ. الفراخ بتتقطع، حضرتك تقدر تحط معاها فلفل الوان. بنشوح الفراخ الاول، الفراخ لازم تاخد ملح وفلفل وبهارات فراخ، وتاخد شويه من الزعتر وتتشوح حلو.
وبعدين عايز بقى تضيف عليها توم باودر، بصل باودر، حاجه بسيطه، يا اما فص توم واحد اللي يريح حضرتك. هنشوحها الاول وننزل معاها فلفله حمراء، فلفله صفراء، فلفله خضراء لو بتحب بالفلفل، لو مش عايز خلاص. وبيتحط معاها مشروم كمان للي بيحب، يعني يا اما يحطوا مع الفراخ مشروم، يا اما يحطوا معاها الفلفل الالوان. وبعد كده بنبدا بعد ما بنعمل الخليط الحلو اللي هو خاص بالحشو، بنجهز بقى الصوص الخفيف اللي احنا هنحط معاه النجرسكو. هو زي البشاميل بالظبط، لكن بنحط 3 معالق دقيق كبار و3 معالق زبده او سمنه على حسب الماده الدهنيه. المعلقه الدقيق قد معلقه الزبده، حاجه تحط 4 معالق تحط 4 معالق زبده وهكذا. والثلاث معالق دول بياخدوا لتر وكوبايه لبن عشان تطلع جوسي وحلوه. بنبدا ناخد جزء من المكرونه دي بنعمله بالخليط بعد ما يتماسك معانا الصوص. الصوص بيتحط له ملح، فلفل، شويه بهارات اللي هي السبعه، ورشه من جوز الطيب. لو عند حضرتك كريمه عايز تحطها الطعم بيها او كوبايه قشطه مفيش مشكله، اللي يريح حضرتك. هنخلطهم مع بعض، نحط جزء في النص والحشو في النص، ونبدا باقي المكرونه ونصب عليها الصوص، ولازم شويه جبنه حلوين من فوق، سواء شيدر مع موتزاريلا او موتزاريلا بس، زي ما حضرتك تحب. تدخل الفرن. ده بالنسبه للنجرسكو. الرز بلبن اهم حاجه فيه يكون اللبن من عند اللبان، واللبن ما يكونش اتغلى علشان توصل للوش المكشكش اللي احنا بنلاقيه عند اللبان. احنا هنغليه بس هيتغلي مع الرز. فانا هقول لو نص كوبايه رز هاخد عليها لتر وكوبايتين من اللبن، تاخد لتر ونص لبن. انا في الاول مش هحطها في اللبن، هحط مع النص كوبايه دي حوالي كوبايتين ميه، وهبدا على النار اخدهم شويه شويه مع التقليب لما يبدا يتشرب ويبدا الرز ينفش. وبعدين نبدا نضيف عليه اللبن الحليب اللي احنا جايبينه من عند اللبان، ما اتغلاش. هنحطه ونبدا نقلب نقلب لحد ما يبدا يحس ان اللبن بدا يغلي ويفور معانا. هبدا بقى انزل السكر بتاعي على حسب الرغبه والفانيليا علشان يبقى القوام تمام. طب لو لقيت القوام خفيف ممكن معلقه واحده نشا هدوبها في شويه لبن او ميه وهضيفها وهقلب الخليط لما يوصل للقوام اللي حضرتك تحبه. معانا مين؟ معانا استاذه منى من اسكندريه. يا اهلا وسهلا استاذه منى. اهلا بيك يا فندم، ازاي الصحه؟ الحمد لله تمام يا رب دايما. انت ممكن كنت عايزه اسال بس انا عايزه اسال بس عن المكرونه البشاميل. حاضر من عيني، وانا لسه قايله الصوص والله ينفع ليها بس انزلها لك من عيوني الاثنين. حاضر حاضر، عشان الحشو يا مدام منى، وشرفتيني ونورتيني. خليني بقى اقلب البيض ده مع البولوبيف على النار، ويلا بينا نزل المكرونه بالبشاميل. يا اولاد المكرونه بالبشاميل على الصاج بتاعنا، قلت البشاميل دلوقتي بشاميل زي ما انا قلته، 3 معالق دقيق على 3 معالق سمنه او زبده مع لتر وكوبايه من اللبن، وهحط ملح فلفل بهارات رشه جوز الطيب. ده الصوص الابيض، عايزه تدعمي بكريمه حطي، مش عايزه خلاص. طيب نيجي بقى نتكلم عن الحشو. اللحمه، الحشوه ليها نوعين، في نوع من الناس بيحبوا مدي شويه طماطم او صوص او صلصه محمر يعني، او بيحبوه على الصاج فاتح على لونه عادي. البصل المفرومه مع اللحمه مع الملح والفلفل والبهارات، رشه جوز الطيب لو حبيتي، وتمام. هنعصج اللحم والمكرونه اللي بنسلقها بملح ومعلقتين من الزيت، وطبعا بناخد المعيار بتاع المكرونه ده، نحط نص كميه البشاميل نقلبها فيه وناخد نصها في البايركس. في نقطه بقى للناس اللي بتشتكي انها بتلزق، هناخد من البايركس ده مسحه من السم او من الزيت ورشه بقسماط ونبدره من تحت عشان ما تلزقش، في ناس بتشتكي. وناخد بقى نص كميه المكرونه، نحط الحشو في النص، نص كميه المكرونه الثانيه، ونصب صوص البشاميل من فوق. في ناس بتاخد جزء منه تضرب معاه بيضه، لازم تحطي معاها فلفل او حاجه عشان الزفاره، او بتحط جبنه وما بتحطش البيضه، فزي ما حضرتك تحبي واللي انتم متعودين عليه اعمليه. وادي كده البولوبيف وانا هبدا اقدمه دلوقتي. بصوا بقى كده شوية بلوبيف حلوين برضه، بصراحة البلوبيف ده جميل. اعملوه بقى وانا عايزة اعرف يعني اراء حضراتكم ايه، وخليني كده اجرب هنا، عايزة اقطع دي. دلوقتي احنا هنستعد كمان علشان هنطلع الاستراحة ونقدم مع حضراتكم الفقرة الطبية، وان شاء الله تلاقوا اجابات لكل الاسئلة اللي حضراتكم عايزينها بإذن الله. بصوا
عشان تبقوا شفتوه. تسلموا يا حبايب قلبي. وادي البولوبيف هنقدمه هنا. يا سلام، انتوا حاطيني بصل اخضر؟ ماشي. ماشي اوكي. بسم الله. شويه بولوبيف بالبيض. يا نهار ابيض اهم. وبصوا بقى بالمقص كده خفيفه البصل الاخضر. روعة. يلا بينا دلوقتي بقى نستسمح حضراتكم ان احنا نطلع لفاصل عشان نستقبل الفقرة الطبية. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة.